يا صباح الفل والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدي قناة مصر البلد في كل مكان. النهاردة يوم جديد وصباح جديد من صباح بلدي، هكون معاكم أنا إيمان عزيزة وزميلتي آية زايد من دلوقتي ولمدة ساعتين علشان نعرض لكم فقراتنا المعتادة. صباح الخير يا آية. صباح الخير عليك يا إيمان، وصباح الخير على كل مشاهدين مصر البلد. حلقة جديدة من صباح بلدي كالعادة فقراتها مختلفة. معانا النهاردة في الاستوديو لايف كوتش أمنية عبد الرازق، هنتكلم معاها عن الحياة الأولى في حياة طفلك أو الفترة الأولى في حياة طفلك تحديدا أول سنتين، بعدها هنروح نشوف آخر الترندات، بعدها على طول هيكون معانا في آخر فقرة في الاستوديو الحاجة ناهد. والحاجة ناهد مثال مشرف جدا 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 بيثبت لنا أن الطموح والموهبة ملهمش لا وقت ولا عمر. كمان هنتكلم النهاردة عن نوع جديد من أنواع اليوجا وهي اليوجا الطايرة. خلونا نبدأ معاكم فقراتنا زي ما تعودنا بالفقرة الإخبارية، وفيها بتكون أهم وآخر أخبار الأسبوع. الخبر الأول اللي معانا النهاردة هيكون عن الموزع أحمد إبراهيم. طبعا كلنا عارفين أنه تعرض في الفترة الأخيرة لضغوطات كتيرة جدا 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 بسبب زواجه من الفنانة أنغام، لكن هو صرح وأكد أنه هو لا يهتم بالرد ولا يهتم سوى بالنجاح في مشواره الفني وبأولاده، وبيحاول دايما كل النقد أو الطاقات السلبية اللي بتجيله من برة لطاقة إيجابية وتعود إن شاء الله عليه بالنجاح في حياته الفنية. ومن أخبارنا الفنية النهاردة هنروح للممثل الرائع ياسر جلال اللي إن شاء الله هيبتدي تصوير مسلسله التاريخي الجديد اللي هيتعرض إن شاء الله في رمضان القادم 2020، اللي هيقوم ببطولته ولسه هيكون معاه طبعا المخرج حسن المنياوي اللي لسه بيبتدي إن هو ياخد جلسات عمل كتيرة جدا علشان يستقر على الأبطال اللي هيشاركوا معاه في العمل ده، وطبعا هيبتدي يعلن عن الأبطال دول خلال الفترة المقبلة. انتهت الفنانة ساندي أو المطربة ساندي من تسجيل ألبومها الجديد واللي تقريبا فيه 8 أغاني ما بين الرومانسي وما بين الحزين. بتتعامل فيه الفنانة ساندي أو المطربة ساندي مع مجموعة كبيرة جدا من الملحنين والشعراء لأول مرة، في ناس ممكن تكون بتتعامل معاهم للمرة الأولى، وطبعا هي خلاص بتستعد لتصوير أول كليب ليها في الألبوم. طبعا من أخبارنا الفنية الفنان الجميل أمير كرارة. أمير كرارة بدأ هو وكل النجوم اللي موجودة على الساحة حاليا في اختيار المسلسلات اللي هتتعرض إن شاء الله في رمضان 2020. أمير كرارة ابتدى يقول إن هو من اللحظة دي مش قادر يقرر إذا كان هيقدم جزء جديد من كلبش ولا مش هيقدم جزء جديد في رمضان اللي جاي، لأن طبعا النهاية كانت مفتوحة وكان لسه الأمر فيه حيرة شديدة جدا إن هو ممكن يكمل جزء ثالث أو هيبتدي يشوف عمل تاني آخر يعرضه في رمضان 2020. أعلن الملحن رامي جمال عبر حسابه على الفيسبوك وفاة والد زوجته اللواء سيد عبد الجواد، قائلا: انتقل إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي والرجل العزيز جدا على قلبي اللواء سيد عبد الجواد، نسألكم الدعاء. الفنانة الأردنية مي سليم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اللي بيبدأ في 19 سبتمبر الحالي وبيستمر حتى 27 من الشهر نفسه، حضرت قالت أنها هتحضر حفل الختام وغابت عن الافتتاح. النجم محمد إمام بيستعد لتصوير فيلمه الجديد لص بغداد، وبتشاركوا البطولة أمينة خليل وياسمين رئيس وأحمد العواضي. منها هنروح على طول، المفروض ان الفيلم ده هينزل ان شاء الله في الأجازة نص السنة اللي جاية، يعني في الفترة دي. الممثلة نادين صدمت متابعيها على الفيسبوك او على كل مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصالها عن زوجها المهندس هاني أسمر، وكتبت: القرار ما كانش سهل والفراق اصعب، لكن يبقى بينا الاحترام والمعزة وثمرة حياتنا وهم اولادنا، وتوجهت بالشكر لكل زملائها لدعمهم بالحب والتهوين عليها الخبر أو الحدث اللي حصل في حياتها في الفترة الأخيرة. بننتقل من الأخبار الفنية إلى الأخبار الاقتصادية. في بعض السلع الفترة اللي فاتت ابتدت تشهد انخفاض ملحوظ، وكان من بعض السلع دي كانت أسعار الحديد والأسمنت. شهدت أسعار الحديد والأسمنت الفترة اللي فاتت انخفاض كبير جدا، وتراجعت الأسعار الحديد بنسبة تتراوح من 4.2
في المية عن أسعار بداية العام، وبيتراوح سعره من 11200 جنيه إلى 11800 جنيه، وتراجعت معاه كمان أسعار الأسمنت بنسبة من 10 لـ 15%، وسعره دلوقتي حاليا في السوق 750 جنيه. من أخبارنا كمان الاقتصادية، البنك المركزي الأوروبي قام بخفض سعر الفايدة على القروض، وبدأ في برنامج جديد لضخ تسهيلات التسهيلات الكمية المتمثلة في اليورو بلا غطاء. ونروح لمرتضى منصور. صرح مرتضى منصور في الفترة الأخيرة إن هو مستاء جدا 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 من اللي بيتعرض ليه لاعب نادي الأهلي مؤمن زكريا، وقال إن ده هيأثر على حياته الشخصية وهيأثر على تاريخه طبعا، بالذات بعد ما عرف إن هو هيتحمل مسؤولية علاجه، على يعني علاجه المفروض إن هو مؤمن زكريا ليه علاج الفترة دي بالضبط، فده هيكون على نفقته الشخصية. كل هذه الأمور طبعا هتأثر على اللاعب ده تأثير سلبي، وده الاستاء بسببه مرتضى منصور. هو النادي الأهلي كان أعلن في فترة سابقة إن هو هيتكفل إن شاء الله بعلاج مؤمن إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. من القلعة البيضاء برضو عندنا خبر تاني، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمامه ضيفه جينيراسيون السنغالي بهدفين لهدف في اللقاء اللي جمع بين الفريقين مساء أمس بالذهاب بدور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا، واللي أقيم على ملعب لاديور السنغالي. انتهت المواجهة التي جمعت بين فريقي الأهلي المصري وكان سبورت بطل غينيا الاستوائية بفوز الأهلي بهدفين، وذلك في دوره الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. من أخبارنا الرياضية عندنا خبر برضو كده يمكن لطيف شوية، كان أستاذنا يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس بغرفة الملابس التجارية بالقاهرة قال إن أسعار ملابس الشتاء السنة دي هترتفع مقارنة بالشتاء بتاع السنة اللي فاتت، وطبعا إن الارتفاع ده جاء نتيجة إن تكلفة الإنتاج، وطبعا في حالة من حالات الركود في الشراء، فبيبتدي بسببها بترتفع حالة الأسعار بتاعتنا للملابس الشتاء السنة دي. أكتر من كده؟ أكتر من كده؟ الجاكيت كان واصل 700 و800 الشتاء والله اللي فات. والله أكتر يا آية، يعني مش عارفة إحنا بقى اللي عنده دلوقتي جاكيت يعني يقفل عليه وهم ما يطلعوش تاني يعني. بالخبر ده نكون خلصنا فقرتنا الإخبارية، تعالوا بينا نطلع فاصل صغير وارجعوا لنا بسرعة نكمل بقية فقرتنا. كلامنا في صباح بلدي، فقرتنا دلوقتي فقرة الأمومة والطفولة. كنا بدأنا معاكم قبل كده سلسلة تعديل سلوك الأطفال، وبدأناها من أول مرحلة الرضيع. النهاردة كلامنا هيبقى عن المرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة ما بعد السنتين. مرحلة ما بعد السنتين بتبتدي فيها الأم تحس إن إدراك ابنها ابتدى يبقى أكبر شوية، الوعي اللي عنده زاد شوية، ابتدى كمان حاجة تانية إن هو ينفصل عنها جسديا، زي ما بيقول إن هو عايز بقى يبتدي يجري ويروح ويلعب، وطول النهار هي يا عيني عمالة تجري وراه ومش عارفة تتصرف إزاي. لازم بقى المرحلة العمرية دي نعرف ازاي هنتعامل معاها ونتصرف معاها ازاي. وطبعا منورانا في الاستوديو النهاردة الأستاذة أمنية عبد الرازق أخصائي تعديل سلوك الأطفال. أهلا بك يا أستاذة أمنية. أهلا بك يا أمنية، منورانا. زي ما قالت إيمان إن بعد ما الطفل بيتم سنتين بيبتدي ينفصل عن أمه وعايز يكتشف العالم الخارجي وبيبتدي إدراكه يعلى، إزاي إن الأم تتعامل مع الطفل في العمر ده وتزيد من مهاراته أو تستغل فضوله ده بشكل إيجابي يعني؟ هو اولا لازم كل ام تكون عارفه ايه هي المرحله العمريه وايه هي الخصائص المناسبه ليها. يعني الطفل اول ما بيتولد كل شهر بيبقى ليه خصائص معينه بيتسم بيها، يعني مثلا زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت الطفل مثلا من سنه من شهر من اول ما بيتولد مثلا الشهر الاولاني ايه هي الحاجات اللي بتمر بالطفل، 6 شهور وهكذا. بعد سنتين بقى ايه اللي بيمر بيه؟ سنتين بقى نيجي نتكلم على النواحي بقى كلها، اللغه، النواحي الحركيه وهكذا. بالنسبة مثلا للغة بنلاقي الطفل في سن السنتين قادر إلى حد ما إن هو يكون كلمات. تمام. في بعض الأمهات بقى بنيجي تلاقيها تقلق شوية إن ابنها ده عنده سنتين ولا سنتين ونص ومش قادر إن هو يتكلم. طب ده هنا حس بالخطر ولا ده طبيعي؟ هي تحس بالخطر بعد سنتين ونص أو ثلاث سنين، وخصوصا لو هو يعني مر السنتين ونص ومش قادر إن هو يتكلم.
يعني من اول سنه سنتين ونص ابتدي اقلق ان الطفل عندي ما ابتداش حتى يقول مثلا كلمات خالص. قصيره او جمل قصيره ولا بيقلد اصوات ولا بيتكلم ولا بيعمل اي حركات ولا اصوات، ابدا اقلق بقى. ساعتها الام هتاخده وتوديه عند طبيب او استشاري تخصص اخصائي تخصص حاله ان هو طبيعي وانا عايزه بقى اشتغل معاه بشكل طبيعي وانمي مهاراته بعد سن السنتين. في حاله ان هو طبيعي تبدا بقى الام تجيب الطفل، تبدا انها تنمي له الطفل في المرحله دي هي ايه، هي اصلا احتياجاته عشان اشبعها له. زي ما قلنا المره اللي فاتت لازم اتعامل مع الطفل ان انا اعرف ايه هي احتياجاته. احتياجاته في المرحله دي ان هو عاوز يكتشف كل حاجه حواليه. طبيعي الطفل بيميل لحته اسمها الاستقلاليه. الاستقلاليه هو عايز بقى يستقل بنفسه، يعتمد على نفسه. نلاقي الطفل عايز يشرب لوحده، عاوز يصرخ ويتكلم، نلاقيه كده قاعدين في وسط الناس نلاقيه جاي وقاعد يقول اي كلام مش مفهوم، ماسك الموبايل وبيحاول يتكلم ويقلد. هو عاوز، هو ما هي التقليد بقى والمحاكاه السيميوليشن بقى بيظهر بقى في المرحله دي. ما هو ده الانفصال الجسدي اللي انا بتكلم عليه عن الام، ان هو خلاص ابتدى بقى عايز يجري ويلعب ويثبت نفسه انا يا جماعه موجود. ايوه تبتدي بقى الام تجيبه مثلا تحكي له قصص مناسبه للسن بتاعه. تبتدي انها تلعب معاه عن طريق المكعبات. الطفل في المرحلة ديت هو جسمه قادر ان هو يشيل حاجات بسيطة ويركبها ويفك ويركب وهكذا. تقصدي حضرتك اللي هو زي البازلز اللي احنا زي البازلز اللي هي مثلا المربع يركبه في المربع بتاعه والمثلث وهكذا. المكعبات العادية المعروفة اقدر ادخل له حروف وارقام كمان في الالعاب دي. المكعبات، ما هي المكعبات بقى بتجيلي هنا عبارة عن ايه، حروف. في مثلا بعض اللوح بنلاقيها محطوط عليها صور، الحرف مثلا وعليه صورة، يبدأ الطفل اقول له هنا مثلا هنا الارنب، هنا مش عارفة ايه، فيبدأ ان هو هنا مثلا دي لمبة، يبدأ ديت ايه. ابدأ مع من سنتين ولا من قبل سنتين بالنسبة للمهارات التعليمية دي؟ هو اصلا من اول 9 شهور ابدأ ان انا اتكلم معاه، احسسه ان هو موجود، احسسه ان هو حد كبير اتكلم معاه. في سن السنتين بقى اطور من ده اكتر، اتكلم معاه، ما انفرش خالص منه، ولما يجي يتكلم معايا اقول له لا اقعد ساكت وازعق فيه لا ده طيب غلط. بالنسبه للمهارات التعليميه دي، في بعض الامهات بتبتدي ان هي تمسك ابنها او بنتها القلم علشان خاطر يبتدوا يكتبوا في السن بتاع سنتين. بعض الدكاتره او بعض الناس بتقول ان ده خطا تماما وان ده بيبقى حمل كتير جدا على اعصاب وايد الطفل، هل ده صح ولا غلط؟ قلنا المعلومه ديت المره اللي فاتت. فعلا لان ده بيعمل تشوهات لعضلات الايد عند بعض الاطفال. تمام. احنا الاول من اول السنتين ده لحد 4 سنين أو 5 سنين بنبدا نتعامل الطفل ان هو يشكل بالصلصال الوان، اللي هي الالوان زي الالوان اللي هي الشمع بتاعت زمان دي، اللي هي تقصدي انها مصرح بيها صحيا او انها لو ابتدى يحطها في بقه ما تبقاش خطر عليه. وطبعا كلنا بنميل نعرفه الف ب اي بي سي 1 2 ده عن طريق الصوت والصوره بس، ما استخدمش القلم. ثواني بقى، اول حاجه ان انا عايزه انمي له العضلات دي عشان بعد كده يبدا يلون ويشخبط. دي بقى كده عن طريق الصلصال، ان انا الاول بديله صلصال، بديله اللي هي الحاجات بتاعه البازلز والمكعبات اللي هو قادر ان هو يحرك الصوابع والايد. عايزه بقى اكسبه لغه، عايزه انمي له المفردات اللغويه بتاعته، الحصيله اللغويه عنده تبقى مرتفعه وفيها ازدياد اكتر. ده عن طريق بقى ان انا اسمعه اصوات مش ان انا افرجه على التلفزيون. يعني التعليم عن طريق التلقين، يسمع بودانه. يسمع بالظبط، يسمع بودانه ويشوف بعينيه. الطفل في المرحله دي بيحب التخيل قوي، بيحب ان هو يتفرج على الالوان. هو لسه ما يعرفش يعني ايه الوان ولا ايه احجام ولا ايه صور، ما يعرفش اي حاجه. تبدا بقى الام يعني كنا حتى المره اللي فاتت كان في سؤال، هو هل الام تنفع انها تسيب الطفل وتوديه الحضانه في المرحله دي؟ ايوه كان ده سؤالنا. مهم جدا تواجد الام في المرحله العمريه دي. طب لو هي مش قادره ان هي او ظروفها ما تقدرش ان هي مثلا ممكن بقى لما تحصل له مشاكل نفسيه ما تلومش على نفسها. لان الطفل بيبقى في احتياج شديد جدا لامه في السنين دي. وكنا قلنا برضو المره اللي فاتت ان في بعض الدول العربيه هنلاقي ان الاطفال التربيه بتاعتهم بتكون عن طريق الدادة او المشرفه مثلا في الحضانه، وانها تكون عارفه كل اسراره لحد ما يكبر والام ما تعرفش اي حاجه. بس في المرحله العمريه دي المفروض ان دايما بيبقى اكتساب المهارات بيبقى دايما من اطفال تانية كمان. يعني ممكن فكره ان انا اوديه للنيرسري او الحضانه برضو فكره مش صعبه قوي. يعني من عمر كام؟ 3 سنين. من 3 سنين. من 3 سنين. 3 سنين حلو جدا. ممكن في بعض يعني لو انا حسيت ان الطفل قادر ان هو يعتمد على نفسه وفي عنده نسب من الذكاء، وفي طبعا مؤشرات بتدل ان الطفل ده ذكي وقادر انه يعتمد على نفسه، ساعتها ممكن اوديه الحضانه او الروضه من 2.5 سنين.
طب انا كده ده متوقف ان انا ممكن عشان يقدر يعتمد على نفسه ان انا اخليه فعلا مندمج اجتماعيا زي ما امام بتوضح. ما اكيد طبعا. طب ما انا مفيش شكل ممكن اخليه ممكن يكون هو اول طفل فعلا يعني مندمج في البيت ومعيش اطفال تانيه. تمام. اول حاجه انا الطفل عندي في امهات كتيره جدا واباء كتيره جدا بيغلطوا غلطه ان هم حاطين الطفل في البيت ما بيخرجوهوش ولا بيودوه ولا بيجيبوه، ان هو خايف على الطفل، خايفين من البرد، خايفين لا مش عارفه ايه. لا طبعا ده خطا، لازم الطفل يروح نوادي، لازم يتعامل مع اطفال زيه، لازم يبقى في عنده اصدقاء ومن حد من العيله، حد من النوادي مثلا، اصدقاء الام، اصدقاء الاب، وهكذا. ما ده انا بتكلم فيه ان ساعتها بتبقى دور الحضانه شويه البديل اللي في المتناول بتاع كل عيله انها تقدر تعمله. الحضانه يفضل من سنتين ونص او ثلاثه. يفضل. طب لو هضطر ان انا ادخل حضانه، ادور على حضانه تكون بتعتمد على الشكل اللي انت بتقوليه اللي هو تنميه المهارات عن طريق الالعاب اليدويه او عن طريق الصور والصوت، ما بلجأش الحضانه ممكن تكون بتستعمل الاسلوب الخاطئ اللي هو القلم والحاجات دي. بلاش خالص. يعني يفضل في المرحله دي ان انا ممكن اجيب له القصص المصوره او ان انا الحاجات المجسمه. بالظبط. ان هو بيبقى القصه ماشيه بالصور بدون كلام، ممكن ده بينمي طبعا الخيال عنده. او هو اصلا القصص بيبقى في القصص تصنيفات، القصص المصوره، القصص اللي تحتها كلمتين، القصص اللي تحتها جمله، القصص اللي تحتها جمله كامله. دي بتكون على حسب المرحله العمريه اللي بيمر بيها الطفل. طبعا. فمثلا القصص المصوره دي للطفل لحد 3 سنين، بعد 3 سنين ده في طفل عنده قدره لغويه ان هو يفهم الكلمه، يفهم الحرف الف ميم ي، بيخزن صورته في دماغه وبيعرف ان الحرف ده ده الحرف كذا، فبينطقه لو شافه تاني، وخصوصا لو الحرف مرتبط بصوره حاجه. تمام. دي طبعا ده يفضل. طبعا احنا طبعاً عندنا صوره تغني عن الف كلمه، فيعني في المثل القديم يعني. ايوه بالظبط. طيب احنا دلوقتي بدانا فعلا مرحله السن سنتين ومرحله العند. الطفل دلوقتي كل ما انا اقول له ما تعملش الحاجه الفلانيه او اعمل الحاجه الفلانيه دي، لا. تمام. فانا خلاص انا هو لا، هو لا يعني لا، فانا اتصرف ازاي مع الطفل اللي ما بيطاعش اوامري في القصه دي؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ هو اصلا الطفل ايه اللي وصله لمرحله العند؟ الاستقلاليه. اكيد هو عايز يستقل، فبالتالي بيرفض كل الامور. هو عاوز يستقل. هو الطفل ده ما يعرفش اي حاجه. الطفل بيتولد عباره عن صفحه بيضاء، الام والاب، الاسره هي اللي بتنقش في الصفحات دي، تبتدي تشكل الشخصيه. اما تتشكل الشخصيه. تمام. زي ما قلنا ان انا اكني بالظبط بزرع شجره، الشجره دي تطلع صالحه يا اما تطلع فاسده. هي المشكله كلها في الحبايه اللي انا هزرعها جوه الطفل، القيم اللي انا هزرعها جوه الطفل. الطفل في المرحله دي عايز يحس ان هو واثق بنفسه، عاوز يحس ان هو استقلالي. بعض الامهات بتشبع ده وبعض يعني ازرعها ازاي بقى قصه الثقه بالنفس دي بقى؟ ازرعها ازاي؟ في امهات ما بتشبعش ده. بلاقي الطفل، ابسط الامثله خالص، بلاقي الطفل عاوز يشرب لوحده، الام لا ما تشربش لوحده، هتكسر الكوبايه. هو اللي بيقول لا. لا، في بعض الاطفال كتير جدا تبقى عايزه انها تشرب لوحدها. لا، في اطفال بتبقى عنيده جدا، انت مجرد ما تديها امر هي عايزه تخلفه، زي لما بيلجوا يحطوا صباعهم في الكهرباء، تلاقيه بيمسك حاجه سخنه. ليه بقى؟ من اسلوب كل حاجه الأم. لا، من الاسلوب. ما احنا عايزين نعرف شكل العقاب. يعني انا لما الام ترفض لا دي، وفي نفس الوقت تبقى بتتعامل بشكل صح. انا لما اجي اقول لك ما تعمليش كذا، هتعمليه ولا مش هتعمليه؟ ممكن وممكن، صح؟ على حسب طبيعتي، يا اما هستجيب يا اما طبيعتي عنيده. طب لو قلت لك السلبيات بتاع الحاجه دي واقتنعتي بيها، يعني اوضح له السلبيات او الخطوره اللي ممكن تعود عليه. بس هو اعتقد في مرحله انا مش قادره، يعني مثلا هو دلوقتي هيحط صباعه في الكهرباء، فانا لازم افهمه ان ده خطر. انزل بمستوى الطفل عشان اقدر افهمه. ما هو مش فاهم يعني ايه كهرباء. افهمه بقى بالانشطه. افهمه عن طريق قصص، افهمه عن طريق التوجيه الغير مباشر. يعني مثلا عقوب. الطفل قاعد مثلا مع باباه، عارف يا بابا اتكلم مع باباه او اتكلم مثلا مع جدته، اوصل له المعلومه عن طريق غير مباشر، ان انا اقول لها مثلا ده اللي حط صبعه هنا مثلا حصل له 1 2 3 وعمل وعمل. يبقى كده لازم كلنا نخلي بالنا من تصرفاتنا وكلامنا قدامه، لانه هيبتدي يتعلم. هيبتدي يقلد كمان في من اول سنه ونص لحد بقى لحد ما يكبر. يعني كلنا اصلا، وخصوصا بقى الرق الاساسي على المرحله دي اللي هو من سنه ونص لحد مثلا 7 سنين، الطفل بيبقى بيتعلم بيكتسب. كل حاجه عن طريق السيميوليشن، محاكاه وتقليد. طب يعني بما ان في سيميوليشن، فانا فكره ان انا اوصل له المعلومه ان مثلا الحاجه دي سخنه ما تقربش منها، ممكن انا يعني اروح جاي مثلا عامله نفسي ان انا هحط ايدي على الحاجه السخنه دي بعد ايدي، واروح جايه بعد ايدي يعني جايبه ايده كده، شايف سخنه اللي هو ممكن احسسه بحرارتها شويه وارجع تاني. بالظبط.
تمام. لازم الام تعمل حاجه زي ايه؟ وما تلجاش لاي نوع من انواع العقاب زي الضرب على الايد، زي لا كده العصبيه. الضرب على الايد ده هو ممنوع، ولكن هو يعني ممكن ان احنا نستخدمه لما السلوك يتكرر مرات كتيره جدا جدا. عنيد بالفعل وجربت كل الاساليب زي ما قلتي بشكل غير هو مباشر. هو اللي بيخلي الطفل عنيد ان الام تستخدم معاه كلمه لا. هي كلمه لا هو مش فاهم يعني ايه لا، هو مش عارف هو هيرفض كلمه لا لا، بتبقى قايله الموضوع بصوره عنيفه، فهو خلاص هو حاسس ان في حاجه غلط وقويه قوي، فهو خلاص رجع، فهو فاهم ان كلمه لا دي يعني ايه وقتها، بس هيتعلمها. في اطفال بتستجاب خلاص تمام، ممكن بس في اطفال بتبقى زياده العند عندها كبيره جدا. طب ممكن نستخدم الثواب والعقاب، يعني لو هو سمع الكلام بعد كلمه لا. طبعا لسه بقى نتكلم بقى على اساليب العقاب. اساليب العقاب اول حاجه ان انا اعلم طفلي النظره زي ما قلنا المره اللي فاتت، بالنظره اعلمه بالنظره، النظره لو استجاب تمام، ما استجابش مره مثلا تانية تكرر نفس السلوك ابدا ان انا افهمه ان السلوك ده غلط ليه. بنزل بمستوى الطفل، هنلاقي فعلا ان لو الطفل مثلا عنده اخوه كبير او حاجه مسؤول عنه طول اليوم، هلاقيه مثلا لا ما تعملش كذا عشان ماما هتزعق، او ما تعملش كذا عشان كذا غلط. حد في مستوى تفكيره ومستوى عمره فياخد منه النصيحه بشكل انا لازم الام تنزل بمستوى عقليه الطفل انها تديله النصائح دي عن طريق انها تنزل بالمستوى بتاعه. معاكي حق. طيب يعني سياسه العقاب دي فعلا ما لجاش فعلا خبطه الايد دي خالص؟ خبطه الايد دي اخر حاجه استخدمها، اخر حاجه خالص، وكمان مش اللي هي الخبطه الجامده. لا اكيد طبعا خطوه يعني ما فيش امها توجع ده. في اساليب العقاب مثلا عندي اول اسلوب زي ما قلنا النظره، تاني اسلوب التوجيه المباشر او الغير مباشر، ان انا انصحه او ان انا انصحه عن طريق ان انا اكلم حد عن السلوك ده. امهات كتير مننا بتلجا للي هو انت هتتذنب 5 دقائق او 10 دقائق. النوتي تشير، النوتي تشير، النوتي تشير موجود في الروضات. كرسي العقاب يا جماعه. كل عمر يقعد قد ايه على الكرسي ده؟ لان ده اللي منتشر دلوقتي. من اول سنتين. سنتين قعدوا قد ايه لما يغلط؟ دقيقتين مثلا؟ اقل من 5 دقائق طبعا. اقل من 5 دقائق. لان في طفل من طبيعته حساس جدا، ممكن ان هو يعيط ويبقى في حاجه كده ياخدها بالقهر. بالظبط. هو طبعا انا بقعده على حسب السلوك اللي عمله. بالظبط. على حسب، وعلى حسب برضو مدى تكرار السلوك ده. في طفل عندي تماما هو فعلا مهما هتقولي له ومهما تبعتي معاه تدرج الاساليب اللي انت قلتي عليها، هو كده خلاص دماغه قفلت ومش هعمل الحاجه دي، مش هعمل الحاجه دي. ابدا بقى في حته الحرمان. اعمل ايه بقى ساعتها؟ ان هو مثلا ايه الحاجات اللي هو بيحبها او ايه الحاجات اللي بيحب يستخدمها، وابدا ان انا اشيلها من قدامه. ممنوع ان انت هتستخدم الشيء ده عشان انت عملت كذا. لعبته مثلا المفضله ممكن اللعبه، خروجه، حاجه هو بيحب ياكلها، حاجه لان لا مستحيل استعمل اسلوب الاكل او الضغط عن طريق الاكل، لان احنا بنطلع عنا عشان ناكله. انا شفت بجري وراهم بالاكل طول النهار. انا شفت طفل الاسبوع اللي فات عمل حاجه في الحضانه بتاعته، فالمس قالت له مش هجيب لك كذا، هم في عندهم في الحضانه بيوزعوا سويتس كده صحيه على الكيس. تمام. فقال لها عادي بابا هيجيب لي. اللي هو انا مش محتاجه في حاجه، في بدائل. مش انا عندي بابا هيجيب لي. فهو كده هيعاند اكتر. يبقى الاب مش متخيل ان هو لما يكبر كده هيتعبه اكتر. وده كمان بيرجعنا لنقطه ان لو مثلا الاب او الام في البيت كل واحد فيهم قال حاجه لازم التاني يأمن عليها، او ان هم يعني لازم يكونوا متفقين على سياسة العقاب. مش انا ام همنع والاب يروح جاي مديها من وراها او العكس. من اساليب التربية الخاطئة، التربية السلبية، يبقى في تذبذب في المعاملة. ده بيرجع إن الطفل بإيه؟ هقولك ماما انا هعمل كذا، لا بابا انا هعمل كذا، ماشي اتفضل روح. ده بيخلق عندي بقى شخصية شكلها ايه يا امنيه؟ انا عملت ايه؟ ما انت مثلا شفتيني انا بعمل كذا فتقولي لي برافو، اروح لبابا يقول لي لا غلط. طب الطفل اولا مش هيبقى عنده ثقه بنفسه، او حاجه مش مظبوطه في مش هيبقى عارف يتخذ قرارات خالص في حياته الا لو انا عدلت له الموضوع ده. مش هيبقى حاسس بالاستقلاليه، مش هيحس بالامان. هو يعني مش سلوك عارف. صغير زي ده ممكن الاب والام فيه عناده مع بعض او حبهم لانهم يخليه يصعب عليهم يعاقبوه. اول 5 6 سنين من حياه الطفل لازم نكون يعني عاملين فوكس كده على الطفل، واتفاق كامل طبعا. يعني لو ده كمان من قبل الزواج، لان الغلطه ممكن تطلع شخصيه غير سويه. الخطوبه دي مش معموله علشان نقعد نحب في بعض وخلاص، لا الخطوبه دي معموله عشان احنا انت نتفق نرسم حياتنا ازاي بعد كده علشان نطلع اطفال اسوياء. انت هتنفعني وانا هنفعك، ايه هي سلوكياتك وايه هي سلوكياتي، هيبقى في توافق مع بعض ولا لا. طيب هنربي ابننا ازاي،
هنربي الجيل اللي جاي ازاي، لان معظم الجيل اللي طالع معظمه للاسف ما فيش جيل، كله معتمد على التلفزيون السوشيال ميديا. ندخل على التلفزيون بقى، تنصحي بمشاهده التلفزيون في عمر السنتين ولا حتى برامج تعليميه؟ كنا قلنا المره اللي فاتت حتى ان الاكاديميه الامريكيه لبحوث الاطفال منعت تماما ان الطفل اللي عنده سنتين يتفرج على التلفزيون، حتى الكرتون، حتى الكرتون، حتى الحروف والارقام والحاجات اللي كنت لسه. ما يتفرجش على التلفزيون الا في سن 3 سنين وبمعدل ساعه في اليوم، واكون رقيبه جدا جدا، ساعه من ساعه لساعتين ومتقطعين، يعني مش ساعه كامله، لا من ساعه الصبح وساعه بالليل بس، لا ومش ساعه كامله، نص يعني ساعه نص ساعه نص ساعه او تلت ساعه تلت ساعه وهكذا. ابدا بقى ان انا ايه اخده مثلا اتفرج على التلفزيون، ابدا بقى انا اخده انمي له مهاره ما. طيب بالنسبه قبل ما نخرج من موضوع التلفزيون، دلوقتي في بعض القنوات اللي هي بتاعت الاطفال طول النهار بتعرض كرتون تعليمي، الحاجات ممكن اللي هي التعرف بالاشياء والتعرف بالخضروات والفواكه والكلام ده كله. طبعا بصراحه احنا بنسيب يعني ولادنا طول النهار قدامها ظنا مننا ان ده خلاص دي فعلا بجد هو محتوى تعليمي. هل ده صح ولا غلط، ولا برضو لازم قصه الساعه الصباحيه والساعه المسائيه؟ انا عمري السنتين غلط ان هو يتفرج على التلفزيون الا لو مثلا ربع ساعه كده في اليوم، واكون انا قاعده معاه بفرجه على حاجه معينه، قصدي ان انا يعني اديله معلومه معينه. احنا بنسيبه طول النهار مع طبعا ده عرضه ان الطفل اصلا يجيله مرض توحد او مرض التوحد. مرض التوحد يا اما اسبابه حاجات بيئيه، يا اما حاجات بيولوجيه، يا اما حاجات وراثيه. من الاسباب البيئيه هي كتر مشاهدته للتلفزيون سايبه، وده فعلا حصل مع حد اعرفه، بنتها فعلا جالها توحد. ليه؟ هي طول اليوم بتشتغل شغل في البيت، مش يعني في حاجات بتعملها في البيت مشغولة اي ام سايبه بنتها، ما فيش اي نوع من انواع التواصل الا لو هي عايزه تاكل وخلاص شكرا على كده. ده يخلق لي شخص او طفل انطوائي برضه. انطوائي ممكن الموضوع لو في عنده استعداد يجيله توحد. لا انا عايزه اتكلم لو سوري لو عندي طفل انطوائي اتعامل معاه ازاي؟ ايه هي اصلا اللي يسبب ان الطفل يكون انطوائي؟ هو ممكن تبقى طبيعته يعني، لان ده بنشوفه كتير. ما هو تبقى في اطفال تلاقيها دايما. انا عندي الطفل اهو لازم ان انا هو بقى من اول ما بيتولد لازم دايما ان انا انمي له مهاراته، ابقى عارفه الشهر ده ايه اللي المفروض يحصل للطفل، ابدا ان انا اشبع له الاحتياج ده، اقلق لو مثلا فات على الحاجه ديت مده طويله ان هو ما عملهاش في الفتره دي. لو مثلا عمل يا مثلا طفل 3 شهور المفروض مثلا ان هو نلاقيه بيحرك ايده حركات معينه، قادر ان هو يضحك حاجه بسيطه. تقصدي التطور النمو الطبيعي لكل شهر وفي كل سن لازم اكون متعوده، ابقى عارفه كويس قوي 3 شهور بيحصل عنده كذا او مثلا 6 شهور بيحصل عنده كذا. تمام. لازم اكون متابعه ده. تمام. طيب الطفل بقى عنده سنتين اهو، ايه اللي هيخليه انطوائي لولا ان انا كأم او كأب مش مفيش اي نوع من انواع التواصل مع الطفل؟ اهملت في المرحله اللي قبلها تقصدي؟ بالظبط، يعني التنميه الاجتماعي بيرجع من البيت اولا. طبعا الاسره مسماها التربوي هي المدرسه الاولى في حياه الطفل. طيب بمناسبه المهارات والمفروض ان احنا نكون واعيين تماما للمهارات اللي يكون عليها الطفل في السن ده، انت ذكرتي قبل كده ان هو المفروض ان يكون في البيت ان احنا بنتواصل معاه بمهارات معينه زي المكعبات او زي البازلز او الكلام ده كله، الصلصال الحاجات دي. والصلصال والكلام ده. طيب بره البيت بقى في مهارات معينه لو انا خرجت بيه في نادي او خرجت بيه في مكان تاني بره، ايه المهارات اللي ممكن يعني انميها فيه لو خرجت بيه بره البيت؟ لو خرجت بره البيت بقى مثلا رايحه نادي، ممكن الطفل اللي عنده سنتين، هو طبعا الطفل سنتين من ضمن الخصائص الحركيه بتاعته والخصائص الجسميه ان هو بيبقى قادر يمشي. تمام. الطفل اللي بيبقى قادر يمشي ممكن ان انا اخليه يستخدم الزحليقه الصغيره اللي على قده. تمام. اللي دي بتنمي عضلات الرجل، الساق بتنمي العضلات دي. تمام. اخليه يبدا ان هو يتعرف على ناس، وطبعا انا عيني عليه ناس من سنه بلاش ناس اكبر منه. يعني اخليه يلعب مع ناس من نفس الفئه العمريه بتاعته ويبقى موجود قدام عيني. قدام عيني طبعا ما يغفلش عني. تمام. الطفل وقع، الطفل حصل له حاجه، لازم يبقى على عيني. اخليه ان هو يندمج وسط الناس، لما اخليه يندمج وسط الناس انا هنا مش هخلق طفل انطوائي. طب خلال اندماجه ده ممكن يكتسب الطفل سلوك او اسلوب انا مش حابه يتعامل بيه، اعدله ده بقى في البيت. ازاي اعدله بقى في البيت؟ من انا شفته بيعمل السلوك ده زي ما قلنا في البدايه، ما اقولوش لا ما تعملش كذا، لا ممكن اجيبها له عن طريق القصه، ممكن التوجيه ان انا اوجهه لا السلوك ده مثلا ايه اللي انت عملته ده، لا ده مش كويس علشان ده ممكن يعمل كذا، وابدا اشاور له ده ممكن يعورنا، ده ممكن يعمل مش عارفه ايه، ابدا اعمل كده.
امنعه بقى من المصدر، يعني سيتعلم طريقه كلام من زميل ليه في النادي او في الحضانه او اوريدي. كل الاطفال للاسف هم طبعا بيقولنا بيعلموا بعض، هم مرحله تقليد. احنا ككبار في مرحله تقليد، يعني انا لو شفت حاجه عجباني مثلا، حد مثلا الاعلى بروح اقلده، فالطفل بقى هو مش فاهم ايه الصح من ايه الغلط، وخصوصا في سن سنتين. خصوصا ان في بعض الاطفال كمان بيوصل بيهم الحال ان هم بيبقى بيعملوا بعض الافعال برضو اللي ممكن تكون من وجهه نظر الكبار ان هي عيب ما يصحش. فممكن يكون هو اخذها من حد، او ممكن يكون هو زي طبيعه اي طفل في المرحله العمريه دي بيبتدي مثلا ان هو يكتشف نفسه او يكتشف اجزاء جسمه. فاحنا بنبتدي ان احنا نعاقبه بشده قوي ان هو ابتدى يعمل السلوك ده. هل ده خطا في المرحله العمريه دي، ولا بعمل ازاي، بتصرف ازاي في القصه دي؟ لازم ان انا افهم الطفل. تمام. انت لازم اعرف الاول هو جاب السلوك ده منين. هو الطفل مش هيجيب السلوك لوحده، يعني انا بكره جدا المقوله الطفل عارف كل حاجه، ده ابني ده مش عارفه ايه. لا، هو اكيد الطفل بيختبر اللي حواليه كمان. الطفل عباره عن صفحه ما فيهوش اي حاجه، هو بيكتسب كل الحاجات دي. اخليه ازاي يكتسب اللي انا عايزاه يكتسبه ويرفض اللي انا عايزاه يرفضه في وسط كل اللي احنا فيه دلوقتي؟ بان انا اعرفه معايير الصح من الخطا، ابقى دايما متابعه سلوكه. لما انا متابعه سلوك الطفل باستمرار، لا الموضوع كده هيختلف، على عكس الام المهمله الجانب السلوكي للطفل. ساعات بنبقى قاعدين وسط ناس بنلاقي مثلا طفل مثلا ابن حد قريبنا او كده، نلاقيه جاي بيعمل حاجه غريبه، الام ايه ده، انت جبت الكلمه دي منين، انت جبت السلوك ده منين، انت جبت الحركه دي منين. فهو اكيد شافها في التلفزيون، شافها، اكتسبها من حد. هو ملقط، مغناطيس عمال بيلقط اي حاجه بيشوفها. تبدا بقى الام في مرحله الايه، التوجيه. التعديل. لا انا عايزه التوجيه بقى. التوجيه الاول، اول حاجه تعالى انت جبت الحاجه ديت ازاي، او شفتها فين قبل كده، او لا يعني مين عملها قدامك. وتبدا انها ما تكلموش بالنرفزه، لان النرفزه او العصبيه او الطفل في المرحله دي بيبقى فاهم قوي الرياكشن بتاعت الوش، هيبتدي ياخد خط يعني دفاع ان انا يعني ما او اخاف ان انا هكذب مش هقول. فاهم يعني ايه بتضحك، وفاهم يعني ايه بتزعل، وفاهم يعني ايه عصبيه، فاهم الرياكشنز دي كلها. قال لي انا خدتها من احمد زميلي في الحضانه. طب انت شايف ان ده مثلا كويس؟ ماشي، اقول له مالكش دعوه احمد ده تاني زي لا. ما كل ام بتعمل. لا 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 طبعا. اعمل ايه؟ ابدا بقى ان انا ممكن في بعض الامهات بشوفها تتواصل مثلا مع ام الطفل المعلمة. لا المعلمه، مع المعلمه نفسها. انا ابني مثلا عمل سلوك كذا وقال لي ان فلان مثلا اللي عمله، فراقبي السلوك ده. برضو انا هنا بعمل برضو توجيه لسلوك حد تاني. بالظبط، لان ساعات لو انا قلت للام اللي هي والده احمد بتبتدي او مش كمان تعاقبه، ساعات بتاخد رد فعل عكسي. لا يا جماعه انا ابني ما يعملش الكلام ده، انتوا بتتجنوا عليه وانا دفاعيه من غير ما تفهم فين المشكله. لا الاول ان انا الجا للمعلمه، للمعلمه بتاعت الروضه بتبقى فاهمه خصائص الطفل، فاهمه ازاي تتعامل معاه على الدرايه اكثر من الام. لو الام طبعا ما كانتش مدربه على سيكولوجيه التعامل مع الاطفال، الحاجات النفسيه دي كلها، فالافضل انها تروح تقول مثلا للمعلمه. تبدا بقى انها لا السلوك ده مثلا خطا، السلوك ده خطا ليه، علشان 1 2 3 4 ابدا اتكلم معاه ان هو حد كبير، بس بنزل بمستواه. فيلاقي رفض في البيت، ورفض من المدرسه بتاعته، ورفض من كل المحيطين. دي فيتكون بقى الفكره كلها. الرفض بيجي عن طريق برضو حته ذكيه، مش اللي هو لا ما تعملش كذا، دي مش احنا خلاص اتفقنا ان الاسلوب ده مش دي مش بتيجي خالص مع الاطفال. السياسه والهدوء هو اللي بيجيب معاهم. طيب لو في بعض الاطفال بيبقى عندهم استيعاب اقل شويه، بيبقى مثلا مش هقدر اقول ان هو تاخر عقلي، بس ساعات بيبقى فهمه بطيء شويه زي ما بنقول بالبلدي كده، يعني ده اتصرف مع الطفل ده ازاي؟ يعني اولا في حاجه اتكلمنا عليها برده المره اللي فاتت اسمها الفروق الفرديه. في حاجه اسمها الفروق الفرديه، ودي نفسي فعلا ان كذا ام يعني تبقى واخده بالها منها، انها ما تقارنش الطفل بطفل تاني. يعني تقول له ايه، تيجي مثلا لصاحبتها، ده انا ابني عنده سنتين ولسه ما اتكلمش، وابن مثلا جارتي اتكلم وبيمشي وبيتحرك وكده. هي دي حاجه اسمها فروق فرديه. اولا في معلومه ان البنات بتتكلم عن يعني بدري عن الولاد، ده اول حاجه. تاني حاجه مش شرط ان انا ابني يعني قد الطفل ده ان هو تمام. يبقى نفس، مش لازم نفس القرين وفي نفس السن يكون بيعمل نفس الحاجه في نفس الوقت. مش ما ينفعش اقول له ده نجح وانت لا، او ده احسن، ده بيتكلم كويس، ده بيشوف مؤدب ازاي، يشوف شاطر ازاي. اقارن الطفل بنفسه،
أقارنه بأدائه وسلوكه نفسه. يعني مثلا الطفل النهاردة مثلا جايب 9/10، اقول له انت كنت الشهر اللي فاتت جايب 10/10 مثلا، او مثلا الشهر اللي برافو، وابدا ان انا احفزه وابدا ان انا اعمل له تعزيز. منك نصيحه في كلمتين لكل ام لسه ممكن بتكون ام لاول مره. اولا لازم تكوني على درايه كامله بالخصائص العمريه بتاعه الطفل، ايه هي احتياجاته وتشبعها له. لازم تكوني قريبه جدا جدا من الطفل، لازم تحضني تحسسين ان هو موجود. الطفل في المرحله دي بيبقى عايز ان هو يتشاف، بيبقى عايز ان هو يحس بالامان ومطمن. لازم ان انت تعرفي ايه هي الخصائص بتاعه سنه عشان تشبعها له تاني. خصائص حركيه، جسميه، عقليه، وجدانيه، اجتماعيه، كل ده لازم الام تشبعها للطفل عشان تنشئي ابن صالح، او ان انت ننشا جيل سليم. ان انا متابعة جيدة ومن نار طبعا. نعم متابعة جيدة ومن نار. جيدة ومن نار. وبالمتابعة الجيدة اللي قالت عليها أمنية وقالت عليها إيمان تبقى خلصت فقرتنا النهاردة مع لايف كوتش أمنية عبد الرازق أخصائي تعديل سلوك. هنطلع فاصل سريع ونرجع لفقرة جديدة بموضوع جديد في صباح بلدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في صباح بلدي. كلامنا دلوقتي عن اليوجا، ناس كتير مننا مهتمة بيها وعارفة قد إيه اليوجا ليها فوائد لا تعد ولا تحصى. والحقيقة إن اليوجا دايما بتفاجئنا بأشكالها المختلفة، والشكل اللي معانا النهاردة الفرق فيه جوهري لأنه بيعتمد على مرجيحة من القماش. اليوجا الهوائية شكل جديد انتشر في مصر في الفترة الأخيرة، هنتكلم عنه وعن فوائده، بس إيمان هتوضح لنا في الأول فوائد اليوجا وأنواعها. أنواع اليوجا عندنا أنواع كتيرة جدا، من ضمنها يعني في أنواع بتعتمد على وضعيات معينة في الجلوس أو الحركة. أول نوع معانا بيعتمد على أنك بتنام على منطقة البطن أو منطقة الظهر والأخذ النفس العميق. النوع ده من أنواع اليوجا بيسمى اليان يوجا. طبعا ده بيسبب حالة كبيرة جدا من الاسترخاء يا آية، وبيخلي عضلات الجسم في حالة انبساط زي ما بيقولوا طبعاً. وبيخليها في حالة ريلاكسيشن. كمان في أنواع تانية من اليوجا يا آية بتعتمد على القوة. المرة الأولانية احنا قلنا في اليين يوجا ده بيبقى بيعتمد على الريلاكسيشن أو التأمل أو أخذ النفس العميق. النوع الثاني بيعتمد على الضغط وبقوة على بعض الأماكن في الجسم. النوع ده له حاجة يعني اسمه تقريبا أشتانجا يوجا. طبعا الأسامي شوية صعبة شوية، فيعني أعتقد أن هي حاجة يعني ممكن تكون لها علاقة بالهند أو هي فلسفة هندية متاخدة من الفلسفة الهندية اليوجا عموما. بالضبط. الأشتانجا يوجا بتعتمد على أنك بتبتدي تضغطي على بعض نقاط في جسمك أو بتبتدي تضغطي عليها بقوة علشان خاطر تعملي برضو نوع من أنواع الراحة أو الانبساط للعضلات. عندنا كمان نوع ثالث من أنواع اليوجا اسمه البيكرام يوجا. البيكرام يوجا دي عبارة عن بتبقى أوضة فاضية يا آية، وبيبقى فيها نوع من أنواع التدفئة موجودة متوزعة بشكل مدروس في الغرفة، بتخليكي تحسي أن يعني عضلات البطن فكت وعضلات الصدر فكت وعضلات دراعاتك كلها فكت من الحراره والدفء المنبعث الموجود في الغرفه دي. فبتبتدي تحسي برده كمان بنوع من انواع الانبساط ان انت قاعده زي الساونا كده او الاسترخاء. يعني انا معاكي جدا يا امان، اليوجا فعلا من الرياضات المفيده للعقل وللروح وللجسم. لو مارستها في اول يومك هي هتديك طاقه طول اليوم، ولو مارستيها في نص اليوم او في اخر اليوم هتخلصك من التوتر بتاع اليوم كله. النهارده احنا هنتكلم عن اليوجا الهوائيه، وزي ما قلنا ان هي بتعتمد على مرجيحه من القماش. المرجيحه دي يا امان بتاخدي عليها وضعيه جلوس معينه. تمام. بعد الوضعيه اللي بتاخديها دي بتبتدي تحركي جسمك عكس الاتجاه، يعني المفروض بتبقى راسك تحت ورجليكي فوق. طبعا الشكل ده هي وضعيه صعبه شويه. هي صعبه بس اكيد بالممارسه بتبقى اسهل. الشكل ده ليه فوائد كتيره جدا 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 هنضيفها على قالته ايمان. هي بتخف الضغط على عضلات
فقرات الظهر، لان الطبيعي ان انت بتبقى عكس الجاذبيه، فالتحميل على فقرات الظهر بيبقى اقل بكتير. الناس اللي بتعاني من الام الظهر الوضع ده بيريحهم جدا جدا جدا، يعني دايما بتبقى عضلات الظهر في الوضع ده بتبقى في تمدد، فده بيخلي فيه نوع من انواع الاسترخاء بالظبط او الراحه. بالاضافه كمان ان اليوجا الهوائيه هي بتغذي العقل، لان انت طبعا الدوره الدمويه بتمشي بشكل منظم جدا، فبيحصل لها عمليه تنشيط بتوصل الدم للمخ وللوش، ففوائدها كتيره قوي 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 قوي. ستات ورجاله طبعا اكيد. طبعا طبعا. لو هنتكلم عن فوائد اليوجا الهوائيه للستات، هي بتحارب التجاعيد، ده طبعا عشان الدم بيوصل للخلايا او للاماكن اللي ما بيوصلهاش الدم بشكل كويس. طبعا بتساعد على شباب البشره وعلى حيويه البشره، وليها فوائد لا تعد ولا تحصى للبشره، يعني للناس اللي طبعاً بتدور على النضاره والحيويه والتالق وجمال بشرتها يبقى افضل وافضل، تلجا لليوجا الهوائيه. ومش الستات كمان يا ايه، بس كمان الرجاله بيبقى ليها فوائد كتيره جدا. اليوجا من ضمنها ان هي بتساعد الرجاله على تخفيف الحمل على العضلات. معروف طبعا ان الراجل عاده بيبقى مجهوده العضلي بيبقى اكبر بكتير جدا من الست يا ايه، فبيبقى فعلا بيمكن يجي على اخر النهار وبيحس ان عضلاته متيبسه مش قادر يفكها طبعا. كمان بيبقى عنده الحمل على عموده الفقري بيبقى اكتر بكتير جدا في بعض الاحيان، لو متطلبات عمله بتتطلب مثلا ان هو بيبقى قاعد على فترات طويله على كرسي او عمل مكتبي او بيشيل حاجات تقيله، فبتلاقي ان فعلا الفقرات بتحس براحه بالوضعيه اللي انت اتكلمتي عليها. كمان الرجاله بتستفيد باليوجا انها بتخفف الضغط على المفاصل، مفاصل الرجل كمان نفس القصه، بيبقى بيمشي كتير ممكن معرض ان هو بيعمل ممكن مشاوير اكتر على رجليه، بتلاقي ان المفاصل دي بتبتدي انها يحصل فيها نوع من انواع الليونه وتخفيف الضغط والحمل عليها. معاكي حق، هي كمان يا ايمان بتساعد على التركيز، يعني انت الوقت اللي بتستقطعيه من يومك علشان تمارسي اليوجا، لو حتى مش هتقدري تمارسيها كل يوم او تمارسها كل يوم، هتمارسها مرتين او ثلاثه في الاسبوع، ده هيعلي من تركيزك وهيزود نموك العقلي وهيخلي دايما دايما طول الوقت انت فأحسن فأحسن فأحسن، لأن اليوجا من الحاجات اللي بتساعد جدا 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 على التركيز. طبعا احنا عندنا الحكومة الهندية عملت خصصت يوم عالمي لليوجا، وعملته كل يوم 21 يونيو من كل سنويا يعني. فطبعا اليوم ده الشعب الهندي والحكومة الهندية خصصت اليوم ده ايه عشان خاطر توعي الشعب الهندي بفكرة ان اليوجا بتخلي الجسم في حالة استرخاء او في حالة راحة، فيعني ناس عايزه تريح شعوبها، فيعني فحملت لهم يوم عالمي لليوجا لممارسه اليوجا في اليوم ده. هي اليوجا زي ما قلنا مفيده للعقل وللروح وللجسم، طبعا من حق الحكومه الهنديه ان هي تعمل يوم مخصص لليوجا، لان اليوجا كمان زي ما قلنا ان هي مشتقه من الفلسفه الهنديه، فتقدري تتعلميها او تجيبي فيديوهات منها على النت وتشوفي هي بتمارس ازاي وتبتدي تمارسيها بشكل طبيعي، ولا ايه يا امين؟ طبعا في فيديوهات كتيره جدا بتبقى على النت بتعلمك ازاي تقدري تمارسي اليوجا بشكل صحيح وبشكل طبيعي. بس طبعا زي ما الموضوع ده له فوائد، انك انت مش هتروحي مثلا تنزلي من مكانك في البيت يا ايه وتروحي مخصوص انك تروحي جيم او تروحي مثلا مكان تقدري تمارسي فيه الرياضه دي، لا انت بتقدري تمارسيها في البيت. بس زي ما الموضوع ده مفيد طبعا له مخاطر، ان انا ما اقدرش ان انا استعملها وانا في يعني ما اقدرش استعملها يعني بدون استعمال بدون استشاره طبيب، لازم متخصص، يعني لازم يبقى ابتدي اتعلم الاول على ايد متخصص وبعد كده امارس الهوايه دي لوحدي. هو ممكن استشير الطبيب في الاول يا ايه لو انا عندي مثلا مشاكل صحيه في مثلا في العمود الفقري، فانا بالتالي انا مش هقدر ان انا اعمل اليوجا الهوائيه لانها بالفعل ممكن تكون حركتها غلط على الحاجه المشكله اللي موجوده عندي. ده غير طبعا كمان ان بعض الحوامل في الشهور الاولانيه او في بعض الشهور ما ينفعش ممارسه اليوجا خالص تماما معاها، والا ممكن تتسبب في مضاعفات ومخاطر شديده جدا على الجنين، ممكن تسبب ليها الاجهاض في بعض الاوقات. كمان مرض الضغط ومرض السكر، الوضعيات اللي بياخدوها على المرجحه القماش دي ممكن تبقى خطر عليهم، فلازم يلجأوا للطبيب بالاول يشوفوا هل ممكن يمارسوها ولا لا، ولو لجأوا للطبيب وقالوا اوكي وقال تمام ممكن ان هو يمارسها، لازم يلجأ لمتخصص، لان في وضعيات معينه زي ما قلنا فيها ممكن يحصل دوخه، ممكن يحصل بالضبط. ما يحصلش انتظام في التنفس، فاكيد المدرب هينظم معاك ده اكيد. طبعا بعض امراض كمان زي ضغط الدم
المريض بتاع مرض ضغط الدم سواء كان ضغط عالي او ضغط واطي لازم استشير طبيب الاول علشان اعرف اذا كان الضغط بتاعي ينفع ان انا امارس معاه الرياضه دي ولا ما ينفعش امارس معاه. طيب انت يا ايه لو اتاحت لك الفرصه انك انت تمارسي اليوجا هتمارسيها؟ بيني وبينك انا عملت كده فعلا، يعني انا كتير قوي اجيب الميوزك بتاعتها واشوف ممكن اوفر جو في البيت او مكان معين. لازم لو هتمارس اليوجا يبقى في مكان مخصص في البيت تمارس فيه بشكل يومي او على حسب ما هتمارسها يوميا او اسبوعيا، لان انت دايما المكان ده بيبقى ايجابي فبيبقى مليء بالطاقه الايجابيه، كل ما هتدخل تمارس فيه اليوجا نفسيتك هتبقى احسن، فحاول ما تغيرش المكان في البيت. وكمان افضل وقت ممكن تمارس فيه اليوجا او نمارس فيه اليوجا هو الصبح بدري. اكيد طبعا، يعني تبدا يومك بالراحه النفسيه دي. الصبح فيه 7 فوائد طبعا، يعني بتبقى طبعا احنا بنجري على اشغالنا على طول. لو فضلنا 5 دقائق اول ما بنخرج من السرير مارسنا اليوجا بشكل منتظم اعتقد ان هو ممكن يفرق في حياتك. ده نوع من انواع الرياضه واعتقد مولية اكتر من انها رياضه بدنيه، علشان ما ننقلش او ما نكسلش ان احنا نعملها. طبعا بفقره اليوجا ديت احنا نوصل لختام فقرتنا او الفوائد بتاعه اليوجا اللي احنا عملناها النهارده. ختام فقرتنا دلوقتي، وتعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقرات صباح بلدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرات صباح بلدي. فقرتنا دلوقتي فقره الخمسايه اللي متعودين عليها، هتكون عن اشهر الترندات اللي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع اللي فات. طبعا من اشهر الترندات اللي حصلت الاسبوع اللي فات يا ايه كان طبعا فرح احمد فهمي وهنا الزاهد. طبعا الفرح ده كان طول الاسبوع او طول الفتره اللي فاتت كان كل الصور بتاعته، وما زال لسه طبعا كان فرح يعني ملكي زي ما بيقولوا يعني. فطبعا كريم فهمي اخو احمد فهمي اشعل المسرح في فرح اخوه برقصته مع زوجته. طبعا ده كان من اشهر التويتات اللي اتقالت، وكان طبعا كل الناس بيقولوا شايفين يا جماعه كريم فهمي ومراته انتشرت ليهم صور فعلا كتير قوي قوي بصراحه. كان يعني كان صورهم كانت جميله جدا، وكانت الفرح كله كان على بعضه كان حلو. كان يجنن. والتويته معانا اللي جايه هتبقى بخصوص الفنانه احلام والفنانه اصاله وازمتهم هما الاثنين مع بعض. بيقولوا ان الفنانه احلام عملت بلوك للفنانه اصاله، وردت الفنانه اصاله انها ما اهتمتش ومش هتهتم، اكيد عندها حق وكل واحد مننا وليه اخطاء. ومن أصالة وأحلام كان في تويتة كمان اتصدرت المواقع بتاعة التواصل الاجتماعي الفترة اللي فاتت، بتاعة صورتك وانت لابس اسود. طبعا انا شخصيا يا ايه انا عملت بصراحة، بس انا لبست اسود ولبست صوري واتصورت، طبعا هي ما كانتش مقصودة، بس كانت فعلا التويتة تصدرت الاسبوع اللي فات مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الناس ابتدت تلبس اسود وتصدرت فعلا الصور بتاعتهم، وكان شكل الناس كان حلو فيه جدا وهي لابسة اسود. وما زال فرح احمد فهمي وهنا الزاهد طبعا قالب الدنيا، لقب بالفرح الملكي زي ما بيقولوا، حضروا عدد كبير جدا جدا من نجوم المجتمع ونجوم الفن وصحفيين طبعا واعلام وكل كان حاجة. حاضر يعني ما فيش حد ما حضرش، وما كانش حد مش فرحان بالفرح ده. طبعا من للاسف خبرنا اللي جاي او تويتتنا اللي جايه تويته محزنه شويه، وكانت انقذوا احمد مجدي. احمد مجدي طالب في كليه الطب في السنه الاولى، للاسف غرق في دمياط، في بحر في دمياط. وللاسف طبعا يعني والدته كانت قاعده على الشط فتره طويله جدا مش قادره ان هي توصل ليه، فطلعت التويته دي علشان بتراشد الغطاسين او الغواصين اللي موجوده في منطقه دمياط انها تنزل تنتشل جثه احمد مجدي. بندعو له يا جماعه بالرحمه ولامه انه يربط على قلبها ويصبرها. ربنا يصبرها. نروح لتويتة التانية كانت عن أروى جودة، كتبت هاشتاج جمعة مباركة، وبصراحة هي كانت اقترحت فكرة حلوة جدا 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 على حسابها الشخصي على تويتر. الفكرة بتقول لما نلاقي علب أدوية في البيت استعملناها وما خلصناهاش ممكن نديها لأي صيدلية جنبنا تديها للناس الغير قادرين. وكتبت لو الجواب أيوة كلنا هنعمل كده،
يا ترى في صيدليات ممكن تبتدي تعمل كده؟ تفتكري ايه رأيك يا أمين؟ هو طبعا ممكن تبتدي تتعمل كده، بس هتبقى طبعا بتقنين معين، ولازم تبقى تحت فعلا اشراف صيدلي، علشان خاطر بعض الادويه دي بتبقى الناس مش واخده بالها من تاريخ الصلاحيه بتاعتها. فلو فعلا اتنفذت الفكره دي بصوره وليها محاذير معينه، اعتقد انها تبقى فكره كويسه جدا، عشان حتى نقلل الفاقد من الادويه اللي بتترمي في الزباله بدون. انا بأيد الفكره دي جدا، معاكي حق. تمام. واخر تويته معانا النهارده اللي تصدرت بالفعل الفتره اللي فاتت او اليومين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا، كانت هاشتاج ادعموا مؤمن زكريا. طبعا مؤمن زكريا تعرض لوعكه صحيه في الفتره اللي فاتت ومنعته ايه من ان هو يشارك في المباريات اللي فاتت. بندعو له ان شاء الله بالشفاء العاجل، وانه يخرج من ازمته سالم باذن الله. امين يا رب العالمين. وبكده تكون خلصت تويتاتنا كلها النهارده. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني نستقبل ضيفتنا في الاستوديو النهارده الحاجه ناهد. استنونا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في صباح بلدي. فقرتنا دلوقتي عن الجواهر المدفونة. الجواهر المدفونة دي جوانا احنا، جوا كل واحد فينا في موهبة ربنا ميزه بيها عن غيره، جوا كل واحد فينا في نقطة قوة لو لمسها بإيده حياته هتتغير خالص. معنا النهاردة في الاستوديو مثال حي بيثبت لنا كلنا إن الموهبة لا ليها وقت ولا ليها عمر، بالعكس وقت ما تقدر تقول يلا هتقدر تبتدي. معنا النهارده مدام ناهد عمار رجعت تمارس موهبتها بعد 35 سنه. نرحب بضيفتنا النهارده في الاستوديو. منورانا منورانا منورانا، اهلا بيكي. منوره بيكي كلكم والله. منوره مدام ناهد. وعايزه في البدايه اسال حضرتك، اكتشفتي موهبتك ازاي؟ هل ده كان له علاقه بدراسه حضرتك في فنون جميله ولا كان من قبلها؟ والله شوفي، انا اكتشفت الموهبه ديت وانا صغير جدا في ابتدائي، يعني لقيت نفسي كده بميل لمدرس التربيه الفنيه ودايما اقعد معاه في الاوضه بتاعته، لقيت نفسي بحب الحاجه دي. حتى وانا في الدراسه كان يختاروني انا المندوبه الفنيه مثلا من حبي للحاجه دي، فكبرت معايا الموهبه. برضه في اعدادي نفس الحكايه، حتى لو في حصه فاضيه اروح تلاقيني في اوضه التربيه الفنيه. يعني طب قولي لنا كانت المدرسه. اتفضلي. بس انا عايزه اعرف بعد 35 سنه حضرتك انقطعتي فيها عن ممارسه موهبتك اللي هي الرسم، لقيتي صعوبه في الرجوع وازاي رجعتي؟ جدا جدا لقيت صعوبه جدا. يعني انا طبعا بمجرد ان دخلت الكليه وتخرجت اتجوزت على طول. اول ما اتجوزت بقى اتشغلت كاي زوجه في الاولاد والامتحانات بقى والجواز ودخلوا على الجواز، ولقيت نفسي نسيت انا اسمي ايه حتى طبعاً. دخلت الفنون الجميله ديت وانا موهوبه وكنت شاطره وكنت مجتهده جدا، ولكن دوامه الحياه خدتني جدا. طب في حد ساعدك بقى اول ما لقيتي نفسك كده في دوامه الحياه القويه دي؟ في كده كانت لمحه او بارقه امل قالت لك ابتدي تاني؟ والله انا ليا عندي اربع ابناء ان شاء الله. ابني الصغير اسمه مصطفى، ده خريج اخر سنه في هندسه. تمام. بصراحه هو عنده حس فني وذوق كده سنس، يعني ما اعرفش هو من طبيعته، يعني هو بصراحه شجعني. سوري. فاما قال لي بقى يا ماما انت، طب ليه انت ما تمارسيش؟ ليه يا ماما ما خليش لوحه عندي كده في البيت من اعمالك الفنيه؟ يعني كانت الانطلاقه الاولانيه من ابني من الولاد. من ابني. فقلت له طب ليه لا؟ طب شجعني. طب تعالي يا ماما ننزل نروح، طب اجيب لك الالوان، طب انت محتاجه ايه؟ بدا يحرك فيا فعلا، المشاعر كانت مدفونه. وبعدين انا لما جوزت بقى الاولاد لقيت عندي وقت فراغ، ما كانش هو الوحيد اللي معايا في البيت. فلقيت عندي وقت كتير اخلص واقرا الورد القران بتاعي واخلص اللي ورايا، برضه عندي وقت. قلت لي طب ليه ما اشتغلش؟ شجعني. يعني فكره ان الوقت اللي كان متاح قصاد حضرتك ده شجعك انك انت تبتدي تاني وترجعي تاني للحلم. اللي انت الموهبه بتاعتك اللي كانت موجوده معاكي قبل كده. حقيقي. طيب حقيقي. الزوج بقى اخباره ايه في الموضوع؟ لا والله حقيقي هو ربنا شجعك ولا لا؟ لا لا حقيقي شجعني، وبدا يقول لي طب وماله؟ بدات بقى اخد ركنا كده في البيت يعني، ورحت جايبه الالوان، رحت مع ابني. طبعا انا مش عايزه اقول لك بقى ان انا رحت محل الالوان ده، يعني لقيت الدنيا مختلفه. لقيتي خامات جديده لقيت الدنيا مختلفه. طبعا انا متعوده على دي كلها. طبعا 35 سنه كتير قوي. الماتيريال اتغيرت، الالوان اتغيرت، التكنيك. لقيت صعوبه بقى في التعامل مع التكنيك الجديد والادوات أنا الجديده. انا بقى اشتريت الالوان واشتريت اللوحات فاضيه واشتريت الالوان وقعدت بقى طيب ابدا ازاي؟ خايفه حقيقي. انا كنت ايديا ناشفه بقى لما لقيتي حضرتك بقى التكنيكات الجديده دي. حاولتي تتعلمي بالتكنيكات ديت مع لا. حد ولا بداتي بنفسك انك انت تدوري؟ لا لا انا عندي الموهبه وعندي القدره. انا كان عامله مشروع التخرج كان رائع. بدات الاول اعمل سكتشات كده في البيت، يعني امرن ايديا على الخامات الجديده. لا مش على الخامات، على القديم. لسه انا لسه على القديم.
بدات ارسم كده لوحات وارسم سكتشات، لقيتها حلوه وبدر شجعوني. وبعدين رحت بقى ايه، قلت طب اخش اعمل لوحات من الزيت. يعني يمكن اول لوحه عملتها من الزيت. اول لوحه عملتها معانا الاول هي الصغيره دي، اول حاجه بدات اول حاجه بدات بيها. طبعا هي فيها يعني برضو مش انا مش راضيه عنها، فيها يعني تكنيك معين. يمكن دي كانت دلوقتي كانت البدايه على الشاشه دلوقتي لو دي كانت البدايه معانا. دي اول لوحه، اول لوحه طبعا انا يعني هم اعجبوا اولادي بيها، بس انا فيها حاجات هي من تكنيكال يعني هي عايزه تتظبط يعني. ولكن جميله بعد 35 سنه. بدات استرجع بقى اللون ده والزيت، فدي دي الوان زيت دي اللي انا جميلة. بدات برده ثاني في لوحه بعد كده بدات اعملها بالالوان الزيتيه. ده بقى التكنيك الجديد اللي انت اتكلمتي فيه. لا لا لا، لسه الحاجه الجديده بالالوان الزيتيه بتاعتي. بالزيت بمنظر طبيعي كده بالبعد بتاعه. وبدات اخرج بقى عن المألوف في الشجر، يعني قلت لا طب كل الشجر اخضر ومش عارف ايه، انا هعمل الشجر لونه ازرق تجديد. والحقيقه يعني الماتشنج الازرق مع الاخضر يعني طلع حلو قوي. الحقيقه طلعت جميله واعجبوا بيها جدا يعني. دي بالنسبه للوحه دي. بدات بقى ايه لما جبت الالوان، قلت طب بجد لما اشوف ايه الالوان الجديده اللي في السوق دي. في الوان كده اسمها اكريليك كده، الالوان كده اول مره استعملها. ده تكنيك يعني جديد خالص، تكنيك جديد انا ما كانش على ايامي وانا ما استعملتوش قبل كده. فبقى رحت طب قلت بجرب كده يعني. فعلا جربت لوحه كده طلعت جميله جدا، دي مثلا من اللوحه اللي هي بالنسبه للوحه دي دلوقتي معانا على الشاشه. دي حاجه بقى جديده كده فيها يعني رومانسيه شويه. جميله، فعجبوا بيها الاولاد جدا بصراحه. دي كانت انطلاقه حلوه ليا. دي مستخدمه فيها الوان ايه؟ اكريليك. تمام. فبالنسبه اللي عملت اللوحه الاولانيه دي، بعد كده بقى قلت طلب ابني طلب مني يوم عمي طب اعملي لوحه كبيره احطها في عندي في الاوضه. بدات بقى اشتغل بقى ايه في اللوحات دي. قبل ما اشتغل بقى كان ابني بقى اللي هو طبعا في السوشيال ميديا ما شاء الله عليه يعني، عمل لي بقى ايه صفحه على الانستجرام. وبداتي بقى تسوقي شغلك؟ لا مش اسوقه، تعرضيه بس. اعرضه بس. تمام. انا مش انا الهدف من ان انا مش انا مش عايزه اسوق، انا عايزه احس بمتعه واحس ان انا عايزه تحسي بان انت بذاتي واحس ده لا ده ان هو لا ده انا موجوده معيكي. لا ده انا موجوده وعندي حاجه جوه حلوه وحقيقي موهبتك جميله وشغلك رائع. فبدا لقيت اعجاب كتير بصراحه جدا ما كنتش متوقعاه من الشباب يعني. طلب من حضرتك انك انت لوحات ممكن تقدري تبيعيها او حد عايز يشتريها؟ هم طلبوا مني، بس انا في المرحله دي مش عايزه ابيع، لا انا مستمتعه، لكن لو لقيت فرصه ما فيش مشكله يعني. يعني انت ناويه ان انت تاخدي الموضوع بعد كده كشغل مش كده بس؟ لا لكن انا حاليا ما فكرتش فيه، لكن انا دلوقتي بشتغل كهوايه. كهواية. او انت حابه بتمارسي الهوايه بتاعتك؟ وطبعا بدات استعمل بقى الالوان الجديده ودي لا دي بقى الالوان الزيت، هي دي لوحه بالنسبه للالوان دي برضو بالاكريليك. ممكن نشوفها معايا؟ نشوف مع حضرتك. دي بقى دي الالوان بقى حسيت انها مبهجه رائعه، بتنشف بسرعه بتديك نتيجه سريعه. طبعا انا يعني دي تاثير الماء، خد تدريج الالوان الاول وبعدين في غصن بالالوان دي. بدات احط طب انا عايزه احط حاجه على هنا، بدات احط مركب. اللوحات بتاعتك بتبقى معتمده على حاله نفسيه ولا صوره في ذهنك انت بتشوفيها فبتطلعيها على أولاً الورق؟ اولا هي حاجه نفسيه. تمام. انا يعني في تخيلي انا ان انا عايزه ارسم، انا بحب دايما الطبيعه، كل حاجه تلاقي لوحات كلها مستوحاه من الطبيعه. هي فعلا كل اللوحات ما شاء الله كلها طبيعه والوانها كلها جميله. بحب الخضره والميه والمراكب انا اتربيت على كده. سبحان فدي حاجه سبحان البديع. فدي حاجه في ذهني انا بتخيل اللوحه الاول، انا احط شجره كده تمشي مع كده، احط هنا ايه دي تخدم الشكل، احط مركب هنا دي تخدم فعلا. طيب لوحه زي اللي حضرتك رسمتيها الاخيره او دي ممكن تاخد مع حضرتك وقت قد ايه تخلصيها؟ لا دي حسب الحاله بقى، حسب المود بتاعي. يعني ممكن اشتغل فيها ممكن ساعتين، ممكن اقعد 4 ساعات، ممكن اقعد ساعه ونص واسيبها وارجع لها تاني. وترجع يعني لها يعني اكمل يعني لو قعدتي وان شوت على أكملها. يعني تكمليها وممكن تاخد ليك ساعتين او 3 ساعات. لو انا في المود مظبوط اكملها. لو انا حاسه ان انا عندي موهبه الرسم، هو الرسم موهبه ولا حاجه ممكن اتعلمها واركز عليها فارسم؟ بصي يعني حابه الرسم وما عنديش الموهبه اعمل ايه؟ لا بصي يا حبيبتي، اهم حاجه يمكن 70% من الموهبه، اهم حاجه الموهبه. انت لو عندك موهبه هتطلعي شغل جميل جدا، مع الدراسه هتبقى تكتمل الصوره. تكتمل الموهبه. يعني لو انا دلوقتي حد ما بعرفش ارسم خالص والمفروض ان انا دلوقتي انا حابه الرسم بس انا عايزه اتعلم رسم، هل ينفع مثلا ان انا اشوف فيديوهات مثلا او اروح لمكان يعلمني الرسم، ولا لازم يكون فعلا في موهبه وحته الموهبه دي لازم تكون موجوده من الاول؟ لا شوفي انا هقول لك حاجه، لو الموهبه موجوده هتطلعي شغل حلو بالاستعانه بالدراسه اللي انت بتشوفي، لكن لو العكس لا.
يعني لو انت عندك فيديوهات فيها مش هتعرفي تنفذي ومش هتكملي، حتى لو عرفتي مره مش هتكملي، ولكن لو الموهبه هتطلعي احلى شغل حقيقي. طب لو حبيتي بقى تغيري الطبيعه وتقدري ترسمي حاجات تانية، ايه اللي في مخيلتك ممكن تقدري ترسميه تانية غير الطبيعه؟ والله ممكن ارسم بقى حاجه تجريديه مثلا، برضو هتبقى من الطبيعه بس حاجه تجريديه. حاجات مركبه من الطبيعه، زي الاشكال الهندسيه او كده، ممكن اشكال هندسيه على هيئه مثلا برضو من الطبيعه. ما انت هي الطبيعه محور الرسم كله، ما انت هتجيبي منين؟ هي سبحان الله البديع الطبيعة. يعني الوان الطبيعه كلها حلوه، ناخدها نحورها، تحوريها بقى باشكال هندسيه القريب والبعيد، لكن هتجيبي منين؟ ما هو انت اللي في خيالك من الطبيعه. حضرتك رجعتي للرسم من قد ايه بالظبط؟ حوالي 6 شهور. وفرق يعني، فرق رجوعك للرسم في حياتك؟ فرق في الوقت ده، يعني انا لما جوزت اولادي عندي فراغ كتير، فرق حسيت ان انا لا، ده انا مستمتعه بشتغل بمزاج، ما وريش اولاد عنده درس ولا عنده امتحان ولا عنده كده، لا جوزت اولادي وانا عندي ما شاء الله 6 احفاد. يعني بمناسبه بقى اولاد حضرتك، في حد منهم ورث الموهبه دي عن حضرتك؟ لا، بالنسبه لابني الصغير، ابني الصغير اللي هو مصطفى، هو ده اللي شجعك من البدايه؟ ده اللي شجعني، هو اللي عنده الحس الفني، اما اولادي التانيين لا، ما كانش عندهم الموهبه دي. ممكن مصطفى يضيف لك فكره او يعرض عليكي فكره تنفذيها؟ هو فعلا مصطفى عرض عليا، بس مصطفى كل شغله من الكمبيوتر، هو عنده الملكه دي، بيرسم على الكمبيوتر ويرسم حاجات حديثه، شغل الجرافيك. لكن انا لسه انا لسه يعني على ما اتربيت لسه الحاجات دي. هو ده مذاق وده مذاق. هو ده مذاق وده مذاق، فانا ما اعرفش اقعد على اللاب وارسم هو واحرك وكده زي هما بيعمل حقيقي، ولكن هو اللي ممكن يتاثر بيا. يعني نقدر نقول ان هو اخذ الموهبه من حضرتك وطورها، او بمعنى اصح يعني باللي موجود دلوقتي حاليا على الساحه واللي مناسب دراسته كمان. ايوه مناسب دراسته، هو كمان بيدرس عماره، فهو خدمته يعني، هو بدا حتى كمان انا ما اعمل حاجه اقول له تعالى يا مصطفى شوف اللوحه دي، يطلع فيها مثلا لما ما احطي هنا زودي كميه الاخضر هنا، عنده حس فني الالوان والالوان كمان بالزياده يعني، الترتيب او الماتشنج مع بعض. يعني مثلا في صوره هنا اللي هي دي قمر، يمكن مش عارفه على الشاشه يقدر يعرضها ولا ايه، هي صوره مقسومه نصين، فدي نص. هي حضرتك الصوره بتتعرض دلوقتي على الشاشه؟ هم الاثنين هيعرضها لي، هم بيكملوا بعض، فدي فكره جديده يعني، انا طورت، هي برضو هي الطبيعه وهي نفس بس أضفت فيها ان انا حطيت قمر في النص. ايوه هي دلوقتي ظهرت على الشاشه، الصوره معانا على الشاشه على لوحتين، ولكن هي برضو من الطبيعه وحواليها الميه والقمر وراها، قسم اللوحه نصين، يمكن دي جزء من تطوير الفكره يعني، مش ما بقاش على لوحه واحده. فعلا ده انتشر في الفترة الأخيرة، إن تبقى اللوحة ملزقة وفي التلاتة، هجيب الحاجة اللي أنا قلتها، والحاجات المركبة دي بتبقى جميلة قوي، بتبقى متركبة اللوحة على كذا حاجة، دي برضو من الحاجات الحديثة ما كانتش موجودة قبل كده. ما كانتش موجودة بالنسبة لنا. هي بتلاقي صعوبة في تنفيذ الفكرة دي ولا مفيش فرق بينها وبين؟ لا 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 مفيش صعوبة ولا حاجة، بس هي عايزة فكر شوية، عايزة الحاجات الحديثة شوية بالنسبة لي. وعايزة كمان اللي يركبها كمان يبقى عنده فكرة هيركبها ازاي. طبعا هيركبها ويحطها وتتوظف ازاي في المكان. يعني اللوحة ما بتتعمليها لو وظفتيها صح بتدي الشكل، بتأدي الشكل المطلوب يعني. طيب حضرتك زمان كنا بنشوف دايما في الصالونات القديمة لازم بيكون في لازم لوحة زيت. حضرتك بقى يعني ممكن تفضلي دلوقتي كده بنظرتك او حسك الفني، ايه نوعية اللوحات اللي ممكن تتحط دلوقتي في الصالونات، وممكن تبقى برضو متمشية مع الطابع المودرن، لان طبعا بيوتنا دلوقتي بقت كلها مودرن، فممكن تبقى زي ايه؟ والله هي ممكن الطبيعة برضو، هنرجع للطبيعة تاني، الطبيعة بس تبقى مجزأة على اجزاء، يعني مثلا لو انا هعمل صورة زي اللوحة برضو بالنسبة للصورة، عايزة اعرف بس اللوحة ديت، انا فاكرة ان احنا كان عندنا في البيت لوحة زي دي فكانت جميلة جدا. الطبيعة انت شوفي عندك الطبيعة على مرمى البصر، شوفي المية وتأثيرها. انا ملاحظه بمناسبه التاثير ان حضرتك في كل اللوحات اللي فيها بحر، البحر هادي، ده بيرجع للحاله، انا لما اشوف اللوحه فيها البحر هادي ده ياثر عليا طبعا. ممكن تشرحي لنا ازاي؟ انت بتعملي يعني، انت وانت بترسمي بتلاقي نفسك انت عايشه في هدوء، الهدوء ده هتجيبيه من البحر، هتجيبيه من الشجر، هتجيبيه من الالوان، هتجيبيه من الخضره، حقيقي هو ده اللي يعني. انا لما جيت اعمل مثلا حاجه زي كده، حطيت المركب وحطيت مرسى مثلا، دي انا عاملاها اضافه من عندي، انا ما شفتش المنظر ده، ولكن انا شفت انا عارفه الشجر، عارفه خط الافق، عارفه القريب والبعيد،
تخيلتيه واضفتي عليه حالتك النفسيه. ايوه بالظبط، تخيلت لا ده في مركب وفيه صياد هيجي يصطاد وفي على البعد الثاني مركب بعيد، فانا ركبت الصوره دي كونتها وركبتها. مريحه للنفس وللعين. تحبي انت وانت بتبصيها لا انت عايزه تعيشي الجو ده. وكمان لو في حد عندي ضيف في الصالون او كده بيبقى أيوة يعني مبسوط وبيبقى مستمتع. لما بنكون عند ضيف ضيوف عند حد ببص عليها وحاسه ان انا في نوع من انواع الهدوء. أيوة. وحاسه كمان ان انا ساعات ان انا مرحب بيا ان انا في المكان. اختيارك للوحات ساعات بتديني الاحساس ده حقيقي بيفرق كتير. دي برضه لوحه زيتيه اللي هي لسه حتى لسه مبهجه جدا. دي بقى يعني زي بحيره. تمام. انا حبيت اعمل قلت طب ليه اعمل بحيره راكده مش بحر بقى يا بحيره، وبرده الشجر وتلاقي الورد فيها والحاجات دي كلها. هو طبعا الالوان اللي هي الاحمر دي كانت بتبقى في وقت من الاوقات من عندنا في فصول السنه. في شجر بيبقى عندنا دايما في مصر ورد احمر. ورد احمر بيبقى منتشر جدا، اعتقد كان لسه من شهرين وكان مالي الشوارع كلها بيبقى برده عامله تاثيره على الارض كده ان هو بيقع وكده يعني. دي حاجه بتسعدني وبتريح نفسيتي جدا وانا حقيقي بستمتع بيها، ويعني ده فضل من ربنا عليا يعني بصراحه. انا كنت مستمتعه بالفكره ويا ريتها جت من زمان. ايه اكتر وقت ممكن تلجئي فيه للرسم وانت سعيده وانت حزينه؟ لا وانا سعيده طبعا. ولكن وانت حزينه ما تلجئيش للرسم؟ لا ما ارجعش للرسم خالص يعني. لازم تبقى حالتك النفسيه مستقره عشان تقدري تطلعي لنا الحاجات الحلوه دي. ايوه ما هو ده بينعكس عليا انا وانا قاعده كده. مثلا لو جالي تليفون او جاني خبر مش كويس انا بروح يعني بلخبط الدنيا، بروح سايبه اللي في ايدي على طول. بالظبط. كنت عايزه اسال حضرتك بقى لو بداتي في لوحه وابتديتي ترسمي فيها بيبقى نفسك انك انت تكمليها وما تقوميش؟ ما اقومش من على ما خلاص يعني. يمكن الالوان الاكريل الجديده دي بتنشف بسرعه فمساعداني، لكن الالوان الزيت بتبقى طريه شويه يومين ثلاثه ما تنشف. يعني بتختاري بقى طبعا الوقت اللي حضرتك بتقومي يعني الوقت الكويس تنفذي اللوحه فيه عشان خاطر ما حدش يقطع عليك. ايوه حقيقي. بس طيب بالنسبه بقى طيب يعني احنا كده دلوقتي اتكلمنا على الصالونات او الريسبشن ممكن يكون في لوحات زي كده. برضه في لوحات بقى زي مثلا غرف النوم او غرف الاطفال برضه ممكن يكون ليها نوع تاني من انواع اللوحات ممكن اقدر احطها في الغرف دي بحيث ان هي تديني برضه يعني طاقه ايجابيه او يبقى عندي حب ان انا قاعده في المكان ده او زينا الجدران دي. ممكن حقيقي ممكن احط في صوره الاطفال لوحه في اوضه النوم. ليه لا؟ برضه في الشكل بتاع اللوحات ده اللي تقصده ايمان يعني في اشكال معينه أشكال او معينة لوحات تانية. معينه احطها في غرف النوم غير اللي ممكن تتحط في الصالون. لا ممكن بقى تضيف عليها حاجه بقى. انا ممكن اضيف مثلا حاجه بالنسبه خاصه بالاطفال. ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه مثلا لاوضه النوم ممكن اعمل حاجه برضه تمشي حاجه مريحه للاعصاب حاجه فيها رومانسيه فيها بقى فيها شويه او رومانسيه مثلا غروب ممكن اعمل صوره لغروب الشمس او حاجه زي كده هي مهدئه بقى واستعدادا للنوم لان دايما اكيد اللوح اللي بشوفها بتاثر على حالتي النفسيه. أيوة. في الوقت ده ممكن. صح؟ لا ممكن بس هي عايزه فكر شويه. عايزه بقى من حضرتك نصايح للناس او المواهب اللي لسه بيبتدوا في مواهب الرسم يعملوا ايه بالظبط علشان خاطر ينموا الموهبه دي عندهم؟ والله انا عايزه مش انصح المواهب دي، انا عايزه انصح الاب والام. الاول الاب والام دول لازم يهتموا باطفالهم جدا، لازم يعودوا الاولاد يكون عنده موهبه. الولد او البنت لازم من الصغر بتنميها لها عن طريق مركز ثقافي، عن طريق كورسات تديها له، ومش في مجال الرسم بس على فكره. اكتشفها في اي عمر موهبه الرسم تحديدا عند ابني او بنتي؟ من 6 سنوات. من 6 سنين. 6 سنين 7 سنين بيبان على الطفل فعلا من سن صغير اذا كان يعرف يرسم ولا لا. ماسك القلم عايز الوان يروح لالوان ثانيه، ما يعجبوش الالوان دي يقول لها هات الوان من الكبار شويه. يمسك كسكتشات كتير يقطع يشخبط، هتلاقي العيل عنده ميل للحاجات دي عكس ولد ما يكون عنده مثلا لعب رياضه مثلا يميل للحاجات الرياضيه. هتيجي كوره هتيجي مش عارف بيبان إيه. فعلا من وهو صغير ميوله يكون فني او رياضي. أيوة. او اي حاجه تانية فبيبان. أيوة. من صغره. وبعدين تنميه الموهبه دي مش في الرسم بس، ممكن في اي حاجه تانية، في الرياضه، في الكتابه، في الشعر، في اي حاجه من السوشيال ميديا، اي حاجه من الحاجات دي كلها بحيث انها تنميها هتفيده في الكبر حقيقي. لو ما اشتغلش فيها هتفيد في الكبر. الفنون زي ما بنقول تهذيب للنفوس حقيقي. طبعا حقيقي تهذيب للنفوس فعلا. طبعا. ان شاء الله. انا يعني جميلة. في نهايه الفقره ديت انا بحب اشكرك جدا يا مدام ناهد. الله يعني بجد فعلا رجعت لنا طاقه امل ايجابيه جديده ان يعني ما ينفعش ان انا اقتل حلمي في وقت من الاوقات وان الحلم ملوش سن ولا الموهبه. الفلاسفه زمان كانوا بيقولوا ان انت ممكن تفضل طول حياتك تكون ما بتعملش حاجة ممكن يكون ليها الناس مثلا مش مقدراها، بس ممكن يجي عليك وقت هتعمل حاجة كل الناس ما تقدرش انها توصل انها تعمل زيك فيها. طبعا الحلم بتاعنا ملوش سن ملوش وقت،
طموحنا لازم ندور عليه في وقت من الأوقات، ولازم ننميه ولازم نخرجه للنور، علشان ده بيبقى في النهاية بيعود عليا أنا بالإيجاب، وبيعود على اللي حواليا كمان كلهم بالإيجاب. نورتينا النهاردة مدام نادية. وأنا سعيدة بيكي والله يا إيمان وآية، ما شاء الله عليكم يعني، وأتمنى يعني اسمع حاجات حلوه كتير واشوف حاجات حلوه، وان شاء الله اجي لكم بقى المره الجايه بحاجه جديده، حاجه حديثه بقى ان شاء الله. مثل اهلا بيكي حضرتك، شرفنا بوجودك معانا النهارده. اشكرك. حلقتنا خلصت، حلقتنا النهارده يا ايه، ويعني النهارده بختام فقرتنا الجميله دي بتكون فقرات صباح بلدي النهارده خلصت. نستناكم في فقرات جديده ويوم جديد من صباح بلدي. باي باي.